السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبائي المشاهدين أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وشرح جديد. اليوم إن شاء الله خوتي غنعطيكم المسافة بين الأقمار. في آخر فيديو كنا درناه هو طريقة التقاط أربع أقمار، قمر النيسات والقمر البلغاري اللي هو الوسيط ديالنا على الصحن الثابت، وقمر الهتبوط والقمر الأصفر 19. إن شاء الله غنعطيكم العبارة بالمترو شحال كاين من سنتيم من القمر الوسيط القمر النيسات والقمر الهتبوط والقمر الأصفر 19، وكذلك غنعطيك شحال كاينه من تقبه، شحال كاينه المسافه من تقبه من بين القمر البلغاري القمر النيسات وكذلك القمر الهتبوط والأصفر 19. لهذا تبع معايا الفيديو باش تستفد ان شاء الله. اصدقائي رجعنا لكم. فاول حاجه غنعرفوا المسافه اللي كاينه بين القمر البلغاري، القمر البلغاري فهو الوسيط ديالنا، فهو المثبت عليه الصحن بين القمر البلغاري وقمر النيسات. فباش غنعبروا اصدقائي غنشدوا المترو، غنجيو هنا فين كنديروا نحشيو الكابل ديالنا ال ان بي ديالنا ما بينه ما بين القمر النيسات. هيا اصدقائي كاينه 14 سنتيم، يعني غتشد من لهنا غدير 14 سنتيم ودير اللاقيت ديالك. اما ما بين القمر البلغاري والقمر الهتبوط اصدقائي فراه كاينه المسافه كاينه 17 سنتيم، يعني من اخوتي حتى لهنايا كاينه 17 سنتيم. دابا غنعطيك المسافه بين القمر البلغاري والقمر الاصفر 19، فكاينه اصدقائي 27 سنتيم، يعني من لهنايا غتعبر 27 سنتيم وغدير اللقيط ديالك وتاخذ القمر الأصفر 16. ومنها لهنا خوتي كاينه كما قلت لكم 17 سنتيم، هاي كاينه 17 سنتيم. وما بين القمر البلغاري وقمر النيسات فكاينه اصدقائي 14 سنتيم. فهذا هو العبار اصدقائي. دابا غندوزو نعطيكم شحال كاينه من تقبه، باش غير فقط غتجي للتقبه اللي غنعطيك العبار ديالها غدير اللقط ديالك وتلتقط الاشاره. فده هو اصدقائي القمر الوسيط ديالنا القمر البلغاري كنؤكد عليه. فهذه هي المسطره اللي كنستعمل، هذه المسطره سميتها لاري، كتوجد عند بائع العقاقير او المواد ديال الكهرباء، فهي سميتها لاري كيتركبوا فيها الفيزيبلات هنايا. فهاد الكليه خوتي فهي اللي كتكون في الظهر ديال التبسيط، فملي غتكون راكبه هنايا فغنجيو نحسبوها. انت كاينه واحد جوج ثلاثه، في الرابعه غدير اللاقيت ديالك وتلتقط الاشاره ديال القمر النيسات، فهاي واحد جوج ثلاثة أربعة. دابا ندوزو القمر البلغاري والقمر الهتبوط، فغنحسبو كاينة هيا وحدة غتخلي في راها راكبة هاد الكلية هادي، غتحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة في التالي ديالها، هيا خوتي في التالي ديالها الخمسة، يعني غتولي تحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. غدير اللاقيت ديالك فقط غتدور واحد شوية لهاد الاتجاه هنايا وغتلتقط الإشارة. دابا غندوزو ما بين القمر الأصفر 19 والقمر البلغاري، غنوليو نحسبو هانتا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، هيا في التاسعة في التالي ديالها خوتي، غديرها وغدور كيما قلتلك غتميل اللاقيط واحد شوية هو كيجي يشوف شوية عوج لهنايا وغتلتقط الإشارة ديال القمر الأصفر 19. فكيما قلتلكم هانتا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، غديرها في التاسعة. اصدقائي فهذا هما العبارات بالمترو وكذلك بالتقابي. فقط كما قلت لك غتجي دير العبار ديالك او دير التقبه ديالك، الا ما كانش عندك المترو غدير فقط التقبه، غتجي مثلا هنا النيسات غتجي في التقبه الرابعه وغديرها وتلتقط معك الاشاره. خوتي وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا، تهلاو في راسكم وانتظرونا فيديو جديد.